إنه لمن دواعي السعادة أن أرحب بكم مجدداً في مستهل أعمال المؤتمر الوزاري الثالث للبحث والتجديد والتعليم العالي لدول الحوار 5+5 بتونس. عن بالغ إكباري للمملكة الإسبانية وضعنا هذه الدورة تحت شعار الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي. تطور في عصرنا هذا تحدد القدرات التنافسية للدول. مجمل المبادرات والإنجازات المسجلة وتفتح أمام الاجتماعي والسياسي مما يمكنه أن يكون سنحقق الرهانات معا ضمن رؤية مشتركة قوامها التضامن والتعاون والاحترام المتبادل وإيمانا بالترابط والتوثيق بين البحث والتجديد والتنمية والأمن والاستقرار في منطقنا. تشمل منظومة التعليم العالي في تونس على 13 جامعة عمومية من بينها واحدة افتراضية و228 مؤسسة جامعية بما في ذلك معهد 25 معهد للدراسات التكنولوجية تحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويبلغ عدد الطلبة المسجلين في تونس بمؤسسات التعليم العالي حوالي 300 ألف من بينهم 90% بالجامعات العمومية و 65% إناث. وسجل عدد الخريجين استقرارا في حدود 60,000 سنويا من بينهم 66% إناث. وبفضل السياسات العلمية المنتهجة والخطط والبرامج العلمية المتكاملة تطورت كافة مؤشرات البحث العلمي في تونس. فالمنظومة الوطنية للبحث العلمي تشمل اليوم على 39 مركز بحث و329 مخبر و368 وحدة بحث، كما تشمل هياكل البحث القاعدية حوالي 11,000 باحث من بينهم 70% إناث هم بصدد إعداد رسائل الدكتوراه. وتؤكد المقارنة الإقليمية التحسن الملحوظ لتموقع تونس في مجال المنشورات العلمية نتيجة تنامي الأنشطة العلمية لمخابر البحث ووحداته، حيث احتلت تونس المرتبة 51 على الصعيد العالمي والمرتبة الأولى إفريقياً. ويقيني أن هذه الدورة بفضل ما ستسفر عنه من توصيات مهمة ستشكل لبنة جديدة على درب إضفاء المزيد من النجاعة على تعزيز الشراكة الجامعية والتعاون العلمي فيما بين دول حوار 5+5 ومغالبة الصعوبات باتجاه تدعيم ركائز الازدهار الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي في كافة أرجاء المنطقة الغربية لحوض البحر الأبيض المتوسط.